السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله كل الخير. فضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، أو معلش، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طب إيه هي فضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا كده؟ فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كتير، مش هنستقصيها، محدش يقدر يستقصيها في دقايق معدودة، لكن هنقول بعض الأشياء. من ضمنها أنها من أكبر أسباب استجلاب رحمة الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وصلاة العبد على النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو طلب من العبد الثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا بقول لربنا أثني يا الله على رسولك. طيب، والصلاة من الله على العبد إنما هي رحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى رقم واحد إن هي من أسباب الرحمة على العبد، ده رقم واحد. طب رقم اثنين، إنما هي من أسباب استجابة الدعاء. واحد النبي عليه السلام شافه بيصلي على النبي بيدعو من غير ما يصلي على النبي، فقال له: إذا أراد أحدكم أن يدعو فليثني على الله، يبقى يستفتح بالثناء على الله، ثم يصلي على رسول الله، ثم ليدعو أحدكم بما شاء. يبقى تثني على الله بما هو أهله، وبعد كده تصلي على النبي عليه السلام، وبعد كده تدعو باللي أنت عايزه. رقم ثلاثة، إن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب غفران الذنب ودفع الضر والضر. لما جه واحد للنبي قال: يا رسول الله أجعل لك ثلث صلاتي، يعني ثلث الدعاء بتاعي. قال: ما شئت. قال: أجعل لك نصف صلاتي. قال: ما شئت. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن يغفر ذنبك ويكفى همك، أو تكفى همك. يبقى لما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يغفر لك ذنبك إن شاء الله، لما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يكفيك شر الناس ويكفيك همك إن شاء الله. طيب، من ضمن الفضائل بتاعت الصلاة على النبي إن هي من أهم أسباب استجلاب شفاعة رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي وجبت له شفاعتي. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أهم أسباب صحة الصلاة وقبول الصلاة، لأن الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني إنما هو ركن من أركان الصلاة، يبقى لا تصح الصلاة إلا به. فضائل الصلاة على النبي كتير قوي، مش هنقدر نقولها دلوقتي، أو مش هنقدر نقولها في الدقائق الصغيرة دي. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.